استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا وألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وأكد أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا والسيد ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد قمة ثلاثية بين السيد الرئيس وضيفيه للتباحث بشأن الأوضاع في الإقليم، حيث حرص الضيفان على الاستماع إلى رؤية مصر للأوضاع الجارية. وقد استعرض السيد الرئيس موقف مصر من التطورات في المنطقة، خاصة التصعيد في غزة، وأبرز سيادته الجهود المصرية المشتركة التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في القطاع. وأكد السيد الرئيس على أهمية التحرك الدولي العاجل للعمل على الاستفادة من الهدنة الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية المطلوبة إلى أهالي القطاع، والعمل على إطلاق مسار سياسي للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وقد ثمن الضيفان الرؤية المصرية وأكد حرصهما على استمرار التشاور مع مصر باعتبارهما دولتي الرئاسة الحالية والمقبلة للاتحاد الأوروبي.